تواصل وزارة الداخلية تقديم التيسيرات لحجاج القرعة مع انطلاق أول الأفواج إلى الأراضي المقدسة من الصلاة الموسمية بمطار القاهرة. بقلوب تهفو لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، توفد الحجاج في أول فوج من حجاج القرعة إلى الصلاة الموسمية بمطار القاهرة إذاناً ببدء رحلات ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك فريضة الحج. يا رايحين للنبي الغالي، هنيا لكم وعبادي. فرحة كبرى من الحجاج وذويهم وسط إشادة كبيرة بالتيسيرات التي قدمتها وزارة الداخلية لهم منذ لحظة التقدم بطلب الحج حتى الفوز واستيفاء كافة الإجراءات وصولاً إلى هذه اللحظة التي تهفو القلوب إليها من كل بقاع الأرض. أنا مبسوطة جداً لما أنا قدمت في القرعة وقبلت، والأول مرة كنت بقدم، فالحمد لله قبلت. في شعور ما فيش بعد كده، والحمد لله إن ربنا قبلني من أول مرة. الحمد لله إن إحنا قبلنا وربنا يتقبلها مننا يا رب. أول ما عرفنا الخبر ما شاء الله رحنا سهلوا لنا كل حاجة وخلصنا كل إجراءاتنا وجابوا لنا الملابس وكل حاجة جات لنا، وإحنا في المطار الوقت مسهلين لنا كل حاجة وطالعين على الطيارة وإن شاء الله. وقد أنهى الحجاج إجراءات السفر وسط متابعة وتيسيرات مقدمة لهم من بعثة حج القرعة التي تحرص على توفير الراحة للحجاج وسرعة إنهاء إجراءات المغادرة. خدمة كويسة ما شاء الله، طالب بضيوف الرحمن ما شاء الله، الدنيا متظبطة تمام، ما خدناش أي وقت في تنزيل الحقائب ولا في الوزن ولا في أي حاجة ما شاء الله. دخلنا ختمنا جوازاتنا بكل سهولة وبكل مرونة ما شاء الله، ما قابلناش أي مشاكل خالص ولا قابلتنا أي حاجة خالص ما شاء الله. بنشكر وزارة الداخلية على التنظيم الرائع ده ما شاء الله، حاجة مفرحة جدا جدا ما شاء الله. الإجراءات كلها كانت سلسة جدا، ومن أول ما قدمنا لحد ما بنت القرعة شفافية وحيادية وكل واحد واخد حقه بصراحة. من ساعة ما دخلنا مطار القاهرة استقبال رائع جدا، بسم الله ما شاء الله الحمد لله، كل الإجراءات كل الناس كله ما فيش على طول، يعني الأفراد ماشية على طول. وقد كان في وداع أول أفواج حجاج القرعة بالصالة الموسمية بمطار القاهرة مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج، والذي طمأن الحجاج على اتخاذ بعثة حج القرعة كافة الإجراءات والتيسيرات التي تضمن لهم سهولة أداء المناسك، وطالبهم بالالتزام بتعليمات البعثة وكذا السلطات السعودية حرصا على سلامتهم طوال فترة الرحلة. ألف ألف مبروك لنا كلنا بصراحة، يعني إحنا مش مصدقين الفرحة اللي إحنا فيها، يعني إحنا بنشكر طبعا وزارة الداخلية على دعمها لينا وإجراءاتها والناس الكويسة اللي سهلت لنا كل حاجة. ظهور القرعة حتى الآن يوجد تسهيل لم أراها من قبل في عملية تخليص الأوراق وكل شيء، حتى لما جينا المطار ما أخذناش إلا وقت قليل جدا. فرحة ما تتقدرش بكنوز الدنيا، فرحة ولا قبلها ولا بعدها فرحة. أول ما درت بيه القلب بكى علشان، والحمد لله. انطلق الحجاج لركوب طائراتهم متوجهين إلى المدينة المنورة تسيطر عليهم فرحة كبيرة لفوزهم بأداء المناسك وزيارة المسجد النبوي. حاجة جميلة ومشرفة ومتميزة، نشكركم كلكم. شكرا لوزارة الداخلية وشكرا للرئيس، والله بجد منظمة وجميلة وفرحتنا محدش في الدنيا يقدر. نحمد ربنا بهذا الرحلة، رحلة سعيدة الحمد لله. الحمد لله رحلة سعيدة. الحمد لله اللي ربنا نعم عليا بيها، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد لك رب، الحمد لله. من أول ما بدأنا نقدم وبسرعة النتيجة وبسرعة استلمنا اللبس وبسرعة استنيت تذكرة الطيار. طبعا طبعا، باي 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 باي. هكذا هم ضيوف الرحمن مع بدء موسم الحج، وجوه نضرة مستبشرة بمغفرة من الله، محملين بالآمال في أن تقبل حجتهم وتغفر ذنوبهم. هي مواكب الحجاج وبشائرهم تتوجه من مطار القاهرة باتجاه الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، ألسنتهم ترتفع بالتلبية
وأفئدتهم تهوي إلى زيارة البيت العتيق والصلاة بالروضة الشريفة والسلام على النبي الكريم. في كل هذه الرحلة تقوم وزارة الداخلية بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك في سهولة ويسرى. من مطار القاهرة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.